ويا صباح الخيرات. رح نبدأ معكم بأولى فقراتنا ونخبركم عن موضوع بيهم كتير من الناس. بيقولوا وقت المزح مزح ووقت الجد جد، وكتير من الأشخاص اللي حوالينا بيكونوا مهضومين ومنحبهم كتير كتير، ولهذا السبب حتى يمكن بيعملونا جو هيك من الفرح التسلية، ومنحاول يكونوا دائما برفقتنا مشان نحس بلطافة الوقت، ننبسط بأي مشوار أو قعدة أو حتى ممكن خلال العمل. صحيح يا نور، ولكن يعني مثل ما بيقولوا كل شيء في له حدود. يعني أحيانا هذا الشخص أو هدول الأشخاص يعني عموما بيمزحوا معنا بوقت ما أنه مناسب أبدا، يعني بتكون صايرة معنا مصيبة أو نحن مشغولين أو حتى بيعملوا مقالب ما أنا مناسبة أبدا. لهيك بفقرتنا اليوم رح نحكي عن خفة الدم بشكل عام وإمتى بتتجاوز حدودها. تفاصيل كتير رح نعرفها مع ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة شفاء صوان، باحثة اجتماعية واستشارية نفسية. صباح الخير. يا صباح الورد، يسعد صباحكم. صباح الرواء والناس الحلوين الرائقين، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيك يا رب. طبعا يعني بين أنه الواحد يكون خفيف دم خفيف الظل، في شعرة بتفصله عن الغليظ والسئيل واللي عم يتهضم واللي عم يحاول يعمل انه هو خفيف الدم. خبرينا اكثر، خفة الدم شو هي بالمعنى العام؟ هلا هي خفة الدم مرتبطة بالروح، قد ايه الروح قريبة وقد ايه هو الانسان بيحب ذاته ومتصالح مع ذاته. حتى اوقات بتلاقيه ماله انسان جيد تماما، لكن بتلاقي روحه حلوة، روحه لطيفة، محبوب، وين ما راح محبوب. عكس تماما اللي ما بيحب حاله ابدا، اللي هو طاقته السلبية بتطلع، حتى بتظهر بحتى مزحاته بتصرفاته، حتى بقعدته بكلماته بتحسي فيه تقل. بعد ما يروح بيغادر هذا الشخص تحسي برغبة بالنوم أو رغبة إنه بتحسي تعب أو رهق، كأنك شغل تماما. تمام. طيب خفة الدم فينا نقول عنا إنه هي شيء ضروري اجتماعيا، ضرورة اجتماعية، يعني أنا لازم يكون خفيف دم. وكيف ممكن هذا الشيء ينعكس على شخصيتي بالمجتمع؟ تمام. أكثر الناس إيجابية وناجحين بالحياة هن اللي بيربطوا بين الجدية والهزل. حتى بنلاقي إذا بتتذكروا بذاكرتنا الدراسية بنتذكر الأساتذة اللي ضحكونا هن وعم يعلمونا، ما بنتذكر الأساتذة القاسين أو الجامدين، لأنه الجامد ما بيفيدك أبدا شيء. بينما الأساتذة اللي كانوا يفوتوا موسيقى، اللي كانوا يفوتوا كلمات إيجابية، اللي كانوا يضحكوا ويمزحوا ويفوتوا نكتة بقلب الشرح، كنتي بحياتك ما بتنسي، وحتى ما بتنسي أثر هدول الأساتذة. كمان بمكان العمل، بعلاقاتنا، بالناس اللي متعرف عليهم بحياتنا، كل ما التقينا أوقات بتنسي المكان أو الناس اللي تعرفتي عليهم، بس ما بتنسي أبدا اللحظات الحلوة والمشاعر السعادة اللي أنت ضحكتي فيها واستمتعتي فيها مع هدول الناس. تماما. وخفيف الدم هذا يلي بدنا نحكي عنه هلا، امتى ممكن يتجاوز الحد الطبيعي والمقبول بانه عم يخفف دم او عم يكون يعني مزوح زياده ونقول لا خلاص هون لازم انه توقف؟ لانه مو دائما خفه الدم مطلوبه ومرغوبه. تمام. هلا هو هذا الشيء تابع للذكاء الاجتماعي، لكل مقام مقال. اوقات نحن باوقات الحزن الكبيره حلو انه نمرق نهفي عن اللي توفى او شيء لحتى نكسر الحزن، بس ما ممكن نسأل أسئلة سخيفة أو أسئلة مؤذية للناس اللي حواليه. هون الفرق بين أنا شو النية من هذا السؤال وهذا التصرف أو هي المزحة. النية أني أنا أكسر الحزن عن الناس أو أكسر حالة الغضب عن شخص معين أنا كتير بعزه، ولا لا أني أنا يعني سيء للناس وسيء الأدب تجاههم، يعني بهذا الموقف اللي كتير بده دعم بده محبة. لا، بنوايا ما لا، النوايا كتير بتلعب دور بمزحنا سواء هو إيجابي أو سلبي. ممكن ما يقدر يفصل هذا الشخص بالوقت اللي لازم فعلا يمزح فيه، بالوقت اللي لازم يكون في حدود نوعا ما، وخلص المزح تجاوز الحد الطبيعي. تماما. هلأ في ناس بيحاولوا أنه يكسروا الحاجز اللي الناس بتحط لهم إياه، هو لهذا الحاجز أي إنسان بيحطه هو حماية، بالذات البنات. يعني لما بتعمل حاجز لأي شاب أنه يتجاوز حدوده بالمزاح، فهي بتكون عم تحمي حاله، فهو لما بيتجاوز هو بيكون في إساءة أو تقريبا تحرش يعني. يعني أو إساءة، يعني إساءة واضحة. فهو دائما الإنسان القوي أو البنت القوية حترد أو توقفه عند حده، والبنت اللي حتكون شخصيتها ما كتير أدرانة أو متعلمة إن هي كيف تعمل ردود أفعال إنه توقف الإنسان عند حده، هون ممكن هي تنأذى نفسيا، بس هي بترد بتنعزل يعني، لحتى يعني بترجع بتنسحب بتقوي طاقتها وبترد بترجع للحياة مرة تانية، وبيكون هذا الإنسان
يعني وسيله لحتى تكون انسانه قويه بمواقف ثانيه مشابهه. تمام. تتعلم من هي التجربه تماما يعني. طيب هلا في كثير اشخاص من اول ما نتعرف عليهم انه هذا الشخص مهضوم دمه خفيف بنحب انه نقعد معه طاقته كثير ايجابيه هو هذا الشخص خلقان هيك تماما. وفي اشخاص بيقولوا لا انا تعلمت كون هيك. هل تماماً. فعلا ممكن نحن نكتسب خفه الدم بالحياه؟ تماما. هي كثير متعلقه قد ايه انا بحب حالي ومتصالح مع ذاتها. اللي بيحب حاله حتى الناس بتحبه، بتكون روحه حلوه مقبوله وين ما راح، حتى بيقولوا روحه خفيفه انه اجا وراح هذا الانسان ما حسينا قد ايه الوقت مر كثير حلو معه. فكل ما كان الانسان عن جد هو متصالح مع ذاته، هو بيحب الناس الاخرين، يعني بنلاقي الانسان المحب لما بيقعد معنا بنلاقي شعور كثير ايجابي، شعور كثير حلو انه نحن قاعدين معه. بس الانسان يجي يكون نواياه مو منيحه تجاهنا بتقلي يا الله عم بيضحك عم يحكي كلام حلو بس احنا ما لنا مرتاحين. هي اللي ما لنا مرتاحين هي النية. قد ايه انا نيتي مع جلوسي مع هذا الشخص او معرفتي بهذا الشخص قد ايه هي بتترك اثر ولو كان بالحدس، والحدس لا يخطئ بالذات حدس المراه. المراه كثير قوي حدسها، مثلا بيقولوا للناس كلها انه والله كثير حبابين وكذا، بتقول لا 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 انا ما ارتحت ابدا، وفعلا بعد فتره بتكتشف انه في شيء غلط كان موجود بهذا الشخص وظهر بموقف من المواقف. تماما. وبالمقلب الاخر في الاشخاص اللي هن بيفكروا حالهم انه هم خفيفين الظل وبيصطنعوا وبيبتكروا هاي الاشياء، وفي عالم بتبتكرها لغايه لحتى انا امزح معك ولكن انقدك لحتى طلع عيوبك. هدول الاشخاص كيف لازم يتم التعامل معهم وليش عم يحاولوا يصطنعوا خفه الدم؟ هل مشاكل نفسيه؟ هل عقد؟ هل في نقص بحياتهم وداهم لخفه الدم لحتى انه يأذوا عن طريق مو ضابط حجابك، جاكيتك مو حلوة، بخفة الدم؟ ايه تماما. هلأ هون هدول الناس أولا هو ناتج عن عقدة مع الذات، عدم محبة وتصالح مع الذات، لأنه المتصالح مع ذاته بيحب كل شيء مختلف عن الآخرين وبيشوف كل شيء حلو. تماما. وبيشوف حتى لو كان هذا الإنسان في شغلات ما لها حلوة بيشوف الأشياء الإيجابية اللي فيه، الحلوة اللي فيه، مثلا بيركز على الأشياء الحلوة. ودائما مثل ما قلت الإنسان الإيجابي بيمتلك عيون النحلة، بيشوف كل الشغلات الحلوة بالحياة، بينما الإنسان السلبي بيشوف مثل الذبابة، بيشوف الأشياء البشعة بالحياة. فقدين احنا هذا الشخص عنده تصالح مع الذات قد بيطلع. طبعا نحن هو حكى بمزح كمان نحكي نحن بمزح، يعرف انه هون في حد، انك انت لما بتحكي بهي الطريقه انا بحكي، او اتجاهله او انه عمله ما ولا كانه حكى هذا الكلام ولا كانه موجود ابدا. يعني هو هذا الشيء. اما ان اذا انا رديت وصديت اوقات هو بيكون بيسحب طاقتنا لما نحن بيتغذى علينا، لما نحن بيبين انه هو عم اوفر، يعني بصير هو لانه هو اوقات بيكون وقح ما بتقدري توقفي عند حده شاوبتي بده يرجع يزيد. تماما. التجاهل ما له قيمة. مين قال لك انه انت كلامك يؤخذ على محمل الجد يعني؟ تمام. طب في اشخاص عن جد هن مهضومين وعن جد لذيذين ومنحب قعدتهم، ولكن اوقات نحن ما منكون متقبلين لانه نسمع هالنهفة او هالنكتة او هالمزحة فمنتضايق. هون الشخص يلي مزح كيف ممكن هو يعني يصلح الموقف بطريقة لطيفة؟ هو اصلا شخص لطيف ولكن مقابله لظرف ما تقبل هالمزحة. تمام. هلا هون ذكاء انه هو يقول انه في شيء انا حاسك مالك منيحه، في شيء مضايقك احكي لي، شو في شيء مضايقك مالك يعني بالعاده ما تتقبلي. تماما. فلما بيكون هيك الشخص معناتها ما في موقف بيني وبينه، بيكون في شيء عابر طارئ مرق على هذا الشخص. ذكائه بيقول له انه انت شو الشيء اللي انت شو موجود، خليه يفتح شو لك قلبه معك. ايوه تمام. فاستقبالنا بيكون كثير ايجابي لما نحن بناخده على هاي بيغير الطريقه يعني. تمام. صح. تماما. طيب بدنا نحكي عن الاشخاص يلي بخففوا دم يلي هن بيعملوا مقالب غليظه. يعني انا احد الاشخاص يعني عامل فيني مقلب انا ما بقدر انساه لهلا، انه حدا قال لي انه تشوفي نجوم الظهر، ففكرت انه فعلا في بالظهر نجوم، فمن كم الجاكيت فرجاني نجوم الظهر والمي انسكبت علي. من كم الجاكيت. هدول الاشخاص الغليظين يلي خفت دمهم مرتبطه بالمقالب، خلينا نحكي عنهم. شو السبب الخفه اللي بتخليهم فعلا يرتكبوا هاي المقالب؟ مو خفه، هذا أذى. الانسان المؤذي يعني هو انسان مؤذي، لانه لما في مزحه بتسبب لك سعاده، في مزحه بتسبب لك مشاعر كثير سلبيه وبتتضايقي. تماما. هي المشاعر السلبيه تنم عن نيه غير حسنه في تعامله معك، يعني هو مزح مو مشان يضحكك، هو مزح لينتقم منك،
بشكل او اخر ولا مشكله او لارضاء غرور هو حابب عنده شيء عقده نفسي او مرض نفسي عم ينعكس على هذا الشيء لانه في اذى بالمقابل. شر الناس من تركه الناس اتقاء شره، حتى الناس ما عاد تتعامل معه بتصير بتتحاشاه تماما يعني. وكمان انه شر الناس من لا يؤمن لما لا يرجى خيره ولا يرجى خيره ولا يؤمن شره. يعني انه انا لما بيجي بتعامل معه ممكن يعمل معي اي شغله، فانا هون لا انا بتحاشى الانسان الواعي بتحاشى هيك ناس. طب هو ما بيحس انه العالم تحاشته، العالم بعدت عنه، معناته في مشكله عندك. ما هو الدم. وسيله من وسائل الظهور عنده، لانه هو بجوا عنده عقده، فهو مشان يظهر بيعمل هي الشغلات لحتى يضحك الناس علينا او يتصرف تصرف سلبي، وبعدين هو مشان يظهر انه بمظهر المنتصر، وهذا كتير شيء بشع يعني. بس هون وقت انا ممكن انتر بطريقه انه انا بدي كثير ضايقني هذا الموقف، وهذا كتير تصرف سخيف وانه ما بيصير يتكرر مره ثانيه. هون بورجي انه قد ايه هذا الشيء مسيء وهو ما عاد يعيده معي انا حصرا يعني. تمام، اكيد في يعني خفيف الدم نحن بحاجته انه يكون موجود بحياتنا. تمام. واكيد ما عم نحكي عن هذا الموضوع لحتى نبطل خفاف دم، بالعكس نحن بحاجه الشخص المهضوم لحتى هيك نخفف عن الظروف السيئه يلي عم بتصيب الكثير من الاشخاص. فهيك ان شاء الله يكونوا موجودين بحياتنا ولكن بحدود يعني. مثل ما ذكرتي حضرتك وقت نحن بنحط الحد. تمام. ما حدا بيقدر يتجاوزه. نشكر كثير على وجودك معنا لليوم. اهلا وسهلا فيك، شرفتينا. يسعد صباحك. اهلا وسهلا.